لما بعد أسبوع دوام طويل ويجي الويكند، ومن يجي الويكند تفكرين شلون تدللين نفسك، ولما تدللين نفسك راح نجيبين كريم كوين سنتر وتبيضين البشرة، ومن شفتي النتيجة من أول استخدام راح تبدين تفكرين زين ليش ما أجيب الباكج اللي بيه صابونة الكولاجين والسيرم حتى حافظ على بشرتي من التعب، وهم الدنيا صيف وراح يكون السيرم واقي شمس البشرتي. وعلى واهس الدلال طلبتي الباكج ووصلك بنفس اليوم، ومن يوصلك الباكج الكل لازم يتدلل وياك، أبو الجهال وخالة الجهال والجهال، وبعد الأسبوع الطويل هاي نقدر نسميها نهاية يوم سعيدة.